السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. السماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70%. وزارة الصحة تعلن عن 66 حالة إضافية تعود العمال الوافدين بمنطقة سلمباد. البدء بمرحلة العمل الميداني للحملة الوطنية متكاتفين لأجل سلامة البحرين. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد الزايد عن السماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70% كحد أقصى من مجموع الموظفين، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر أبريل 2020 وحتى إشعار آخر، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. ونوه الزايد بأن القرار يهدف إلى تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل لكل جهة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، حيث أن الجهات الحكومية سوف تتولى تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بالنسبة على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل عند الحاجة وبحسب تقدير السلطة المختصة بالجهات الحكومية. ويستثنى من هذا القرار الوظائف الحيوية التي يتم تحديدها بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية وفقا لمقتضيات الصالح العام. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 66 حالة قائمة إضافية لفيروس كورونا تعود العمال الوافدين بمنطقة سلمباد الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي يوم أمس بعد وجود حالات قائمة بينهم، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال كان قد تم وضعهم في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم سابقا. ونوهت الوزارة أنه بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي الاحترازي، تم نقل الحالات القائمة من هذه المجموعة من العمال فورا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة. كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة. في إطار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يضمن سلامة الجميع، تعلن الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك عبر نظام التواصل الخاص بموقعها الإلكترونية. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. وزارة الإسكان تقدم 12,000 خدمة اتصال للمواطنين.
بدأ المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ جانب العمل الميداني لحملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين التي قام بتدشينها مؤخرا، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 في مملكة البحرين. وتتضمن هذه المرحلة العمل على توفير وإيصال المساهمات العينية من المستلزمات الاستهلاكية والصحية الضرورية للأسر التي تعيلها المرأة البحرينية بحسب القوائم التي يعمل المجلس على متابعة ظروفها الحياتية ولدعم أسر الكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية. حيث باشر عمليات التوزيع عدد من المتطوعين المسجلين على المنصة الوطنية للتطوع، ويمثل توزيع المساهمات والمساعدات العينية على المرأة والأسر المستحقة واحدة من 4 مجالات تشملها حملة متكاتفين من أجل سلامة البحرين. هو مجال الدعم الأسري المتمثل في تقديم المساعدات والخدمات الطارئة، فيما تشمل المجالات الأخرى الإرشاد الخدمي والاستشارات الأسرية والقانونية الفورية والدعم الاقتصادي لضمان الاستفادة من التدابير المالية المتعددة المطروحة من قبل الدولة لاستمرار نشاط المرأة التجاري في سوق العمل، والدعم التعليمي عبر رصد الاحتياجات التعليمية للأسر لدعمهم أثناء مواصلة العملية التعليمية عن بعد. في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، تدعو إدارة مكافحة جرائم الفساد إلى إرسال مضمون أي بلاغ على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة مع إرفاق الأوراق المطلوبة نسخة من بطاقة الهوية وأرقام التواصل، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992، على أن يتم التواصل لاحقا مع صاحب البلاغ، معربين عن خلص التمنيات بالسلامة للجميع. أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تفعيل التعليم عن بعد الموجه للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات، ومن بينهم فئة الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون واضطراب التوحد، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة عن طريق التواصل مع أولياء أمورهم عبر الهاتف وتطبيق واتساب وكذلك تطبيق كلاس دوجو، والذي يعتبر من التطبيقات الإلكترونية المجانية التي تستخدم لتعزيز السلوك الإيجابي للطالب من خلال مجموعة من الرموز والنقاط التعزيزية التي تمنح له من قبل المعلم بناء على معاييره السلوكية، حيث يمكن لولي الأمر أن يعرض من خلاله مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لتعليم الطالب ومتابعة ذلك مع المعلم. أعلنت وزارة الإسكان أن إجمالي عدد الاتصالات التي وردت إلى مركز الاتصال الخدمات الحكومية لخدمة المواطنين بلغت نحو 12633 اتصالا في شهر فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أن استفسارات المواطنين تركزت على التوزيعات الإسكانية التي تقوم بها الوزارة تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وكذلك على برنامج السكن الاجتماعي مزايا وأخرى تتعلق بخدمات التمويل التي تقدمها الوزارة وغيرها. وأضافت الوزارة أنه تعزيزا لخدمتها ولضمان تحقيق رضا المواطنين بشكل دائم، فإن الجهود مستمرة لتعزيز قدرات مختلف وسائل وقنوات التواصل معها، مؤكدة أن تلك القنوات تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.